مساء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا نلتقي مع درس مصور جديد لإحدى محاضرات مساقة لقاء برمجية 2 لتخصص السكرتيرية وأتمتة المكاتب. معكم محمود رفيق الفرة، وفي هذه المحاضرة سنحاول سويا شرح مفهوم دمج المراسلات بطريقة سهلة ويسيرة. أولا، أقوم بدمج المراسلات كما تعلم هو عبارة عن طريقة نقوم من خلالها بدمج مجموعة من المراسلات بمجموعة من جهات الاتصال. على سبيل المثال، لو كان لدي كتاب بهذه الطريقة، هذا الكتاب سيتم إرساله إلى مجموعة من الأشخاص بهذه الطريقة: الأخ فلان الفلاني مسؤول شركة كذا. والموضوع كما تعلمون على سبيل المثال دعوة أو ما شابه، وهذه المنطقة يأتي هنا نص. المعتاد أن يكون في هذا المكان اسم الشخص وفي هذا المكان صفته الاعتبارية. فلو كان لدي 100 جهاز اتصال أو أكثر، فكيف لي أن أضعهم في هذا المكان وأقوم بالطباعة بشكل سهل؟ الأمر يكون كالتالي: يكون لدي ملف إكسل أضع فيه الجهات اللازمة. على سبيل المثال سأقوم بتسميته ب11، أضع فيه طبعا الأوفيس الذي أتعامل معه الآن هو أوفيس 10 ولا يختلف كثيرا عن أوفيس 7، وأنتم تتعاملون مع أوفيس 2003، ولكن على كل الأحوال فهو متماثلين إلى حد كبير. في هذا الاتجاه نقوم بمبدئيا بوضع مجموعة من، أولا سأقوم بتغيير اتجاه الصفحة، أضع هنا على سبيل المثال الاسم، وهنا أضع الصفة الاعتبارية، وهذا مجرد مثال بكل تأكيد، هذا مجرد مثال، فيمكن تطبيق هذا الأمر حيث وجدت حيث أردت. على سبيل المثال في الأسماء أضع محمود أحمد، هذا محمود فرة، هذا حسام علي، وهكذا مجموعة من الأسماء. الصفة الاعتبارية محاضر جامعي، محاضر قسم علوم الحاسوب، محاضر بقسم العلوم الإدارية. في هذه الحالة ثم أقوم بحفظ، طبعا التنسيق لا يختلف معه، ليس له تأثير في هذه الحالة. أقوم بحفظ الملف كما تشاهد، وبعد ذلك نذهب إلى ملف الذي نحن بصدد التعامل معه. في الملف 2003 ما عليك إلا أن تختار من هذه الجهة، تختار كليك يمين ثم تختار أحد أشرطة الأدوات المسمى بدمج المراسلات. في 2010 تجد دمج المراسلات بهذه الطريقة. أولا بدأ دمج المراسلات، أختار منها رسائل، نعم من 2010 أختار استخدام القائمة الموجودة بهذه الطريقة، ثم أذهب لاختيار مكان القائمة، فستجد هذا الأمر موجودا في 2003 بنفس الطريقة. البرمجية اختار ملف إكسل الذي وضعت فيه البيانات، بعد ذلك يقول لك تختار أي صفحة، بالتأكيد هي الصفحة الأولى. بعد ذلك يقول لك تحليل المستلمين كما شاهدت، تحليل قائمة المستلمين، ستشاهد أسماء، إذا أردت أن تلغي أحد الأسماء ترفع عنه إشارة
الصحة، وعلى ذلك تقوم به كما تشاهد بإضافة كتل العنوان أو إدراج حق الدمج. نشاهد بهذه الصورة الآن المؤشر أين يوضع؟ المؤشر موجود أمام الأخ، فأقول إدراج حق الدمج، أريد من؟ أريد الصفة. في 2003 تضغط بهذه الطريقة، يظهر معك الاسم، تقول إدراج، ثم تضغط المؤشر في المكان المناسب لحاجة أخرى وتضغط وتختار الصفة الاعتبارية ثم اغلق. الآن إذا أردت أن تعمل معاينة فهناك زر معاينة النتائج كما تشاهد، محمود أحمد كان الأول، في الثاني كان محمود رفيق فرة، في الثالث كان حسام علي، وهكذا ننتهي من عملية دمج المراسلات بهذه الطريقة. إلى اللقاء في لقاء جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.